يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم بسوي معكم الرز الكابلي بالدجاج، مره مره لذيذ. انا اعشق الرز الكابلي وسهل مره. كما تشوفون المقادير عندنا، هنا عندي دجاجه منزوعه الجلد مقطعه، بطاطس، عصير برتقاله وقشر البرتقاله، بس حاولوا انكم ما توصلون للب الابيض علشان ما يمرر عليكم، وبصل وثوم وبهارات مشكله، بصل بودره، بديل الماجي وملح خشن او ملح عادي على حسب ما ترغبون. طبعا عندنا طماطم مطحونه حنطحنها الحين، ومعجون طماطم. نقول بسم الله، راح نضيف بصل، نحمس البصل، وبعد ما يذبل نضيف له الثوم، وبعدين الدجاج. يفضل انكم تحمسون البصل كذا بزيادة لين شوي كذا يتغير لونه ويصير كذا لونه ذهبي، افضل عشان يعطيكم نكهة ألذ للمرق. شوفوا البصل عندي ذبل وبدأ يتحمر ويتغير لونه، صار لونه تقريبا ذهبي. الحين راح اضيف تقريبا فصين الى 3 فصوص ثوم، حمسة معه. نضيف الدجاج، وراح اضيف البهارات المشكله والملح، واخلي الدجاج ينحمس معاه عشان ياخذ طعم البهارات. يا سلام على الريحه بدت تطلع. الحين راح احط بشر البرتقال واحمس الدجاج معه عشان برضو ياخذ نكهه البرتقال، ونضيف بعدها العصير. راح اضيف صلصه طماطم واحمس الدجاج معها برضو، بعدين راح نضيف عصير البرتقال، بس بحمس الصلصه شوي. نسيت أضيف البطاطس بس مو مشكلة، الحين نضيفها عشان أبي أحمسها مع الدجاج والصلصة، بعدين نضيف البرتقال. راح أضيف الحين عصير البرتقال، عصير برتقالة واحدة بس. بعد ما حمست الدجاج مع صلصة الطماطم والبرتقال والقشر والبهارات، الحين قشر البرتقال يعني، راح أضيف طماطم مطحونة. الحين راح اخلي الدجاج يتسبك مع صوص الطماطم، ضفت له نص كوب مويه بس ما كثر، لاني ما ابي الصوص يصير كثير لان الرز بسلقه. الحين راح اسلق الرز، عندي رز بسمتي اصفر مغسول ومنقوع بمويه مغليه وملعقه خل عشان يصير مفلفل، وراح اضيف له برضو ملح وشوي زيت. راح اسلق الرز طبعا نص سوى، راح اضيف شوي زيت نص سوى لانه راح يكمل طبخ مع الدجاج. العاده نحط بهارات على الرز زي القرنفل، ورق الغار، قرفه، المره هذه انا ما راح احط. ليش؟ لانه نكهه الرز او نكهه الدجاج هذه اللي راح استخدمها تغنيني عن اي بهارات ممكن اضيفها، تعطيني نفس نكهه البهارات العدله. خلاص الرز عندي انسلق، راح اصفيه ونضيفه للدجاج لانه خلاص انا بيه بس نص سوى. تشوفون كميه المرق ما هي بكثيره لان الرز عندي مسلوق. الحين راح اضيف الرز على وجه الصوص بالشكل، نحاول اننا نوزعه نساويه. الحين جاء دور هالجبار، راح اضيف نكهه تشيكن برياني، طبعا هي مية مخصصة زي ما قلت لكم للبرياني، مقدار تقريبا نص غطا، شايفين بحطه كذا على الوجه، تشوفون النكهة عقبها وش بتصير. الحين راح اكتمه وخليه على نار هادية. ببدأ اجهز المكسرات والزبيب، وبرضه بنحط عليه من نكهة الرز، راح اضيف لها هذه النكهه. ضفت لوز سنوبري، وحضيف كاجو اللي حبيته، سنوبر، يعني المكسرات اللي انتم تحبونها. طبعا السنوبر ما اضيفه الحين، بعد ما يتغير لون اللوز نضيف السنوبر. واخر شيء راح نضيف الزبيب، الزبيب عندي هنا مغسول ومنقوع بس الحين اضيفه. راح اضيف مقدار غطا من نكهه الرز على حمسه الزبيب والمكسرات عشان ياخذ النكهه. واو على الريحه، واو على الريحه، ترى مقدار غطا يعني حتى مو مليان، حطيته على حمسه المكسرات طلعت ريحه مجنونه. طبعا انا كاتمه قدر الرز بضمير، الحين
شاء الله تبارك الرحمن على الريحة، ريحة تذبح. راح أحط المكسرات على جنب عشان برضو ياخذ نكهة الرز اللي حطيناه عليه. بعدين راح نشيله ونزين فيه الرز. كذا نوزع المكسرات ونرجع نكتمه ثاني، نخليه الوقت بالتقديم. خلاص الرز عندي ما شاء الله خلص، راح أشيل المكسرات والصفار اللي هي نكهة الرز اللي حطيناه عشان نحطه على الوجه. ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا الكابلي وخلص. الحين راح نزينه بالرز اللي شلناه والمكسرات. وما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا الرز الكامل وخلص. أتمنى تشمون ريحة الرز، أتمنى، وذك طعم الرز خطير 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 والله العظيم. فرق معي الرز الكابلي، جربوه وبالعافية علينا وعليكم.